هلالي محمد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بقناة العراق. الوضع الكارثي اللي كاين اليوم بالنسبة للنقل في مدينة قناة العراق كيمثل واحد الكارثة اللي جات في وقت الامتحانات ديال الطلبة، واللي هو بالنسبة للمجتمع المدني هو واحد الكارثة، لأنها غادي تخلق واحد المشاكل ثانوية اللي غادي للمجتمع المدني ما عنده فيها لا يد ولا رجل اللي غادي يتعاقب بها. ولكن حنا ما نعطيو المسؤوليه، ما نحكم المسؤوليه عن شي واحد. المجلس البلدي داير دفتر تحملات اللي ما احترمتوش الشركه، هاد الشركه اللي ما احترمتش دفتر التحملات ديالها علاش؟ خصنا نعرفوا علاش، لان عدد الحافلات اللي كانوا كيدوروا في قنيطره وداك الشيء غير كافيين. من 120 حافله ولا هذا كانت 30 حافله اللي كدور، ولا 62 حافله اللي كدور. ولهذا كانت تهم كتقول بان الطرقات دابا الحمد لله مزيانه، ولكن المسؤوليه اللي كترجع دابا للشركه هي الاولى، وما نقولوش السلطات، لان السلطات قامت بالواجب ديالها، ولكن عدم الاحترام ديال دفتر التحملات هو اللي جعلنا نوصل لهذا الشيء هذا. اذا دابا درنا اليوم هذا الاجتماع ديال المجتمع المدني باش نحاولوا نخرجوا بتوصيات اللي غيمكن تخرجنا من عنق الجزازه. المهم هو التوصيات يمشيوا في واحد الطريق اللي غادي يمكن تكون تشاركيه بين المجتمع المدني والمجلس البلدي والسلطات. وعلاش لا ما تكونش الشركه؟ وكنطلبوا من رئيس المجلس البلدي باش يجلس مع المجتمع المدني ويعطي حتى هو الراي ديالو وينور الساكنه باش نزيدوا قدام. وشكرا.